كانت ضعيفه، يروح عبد الملك يسند الكره احمد عيد بكعبه حلوه لاحمد توفيق اللي كان منطلق لقدام ويلعب عرضيه حلوه، جول جول جول. يا سلام يا باسم، الراجل عمل بروفا للهدف ويسجل بعد 14 دقيقه. هو ده الزمالك اللي احنا عارفينه، هو ده الزمالك اللي احنا عاوزينه. حلوه العرضيه، جميله منك يا باسم، عرضيه بلسم. 1-0 لنادي الزمالك بعد 14 دقيقه. لسه من 5 دقايق بقول ان نادي الزمالك هيبقى هتاخد الثقه بالكره اللي عملها باسم مرسي، وهو اللي يسجل كرة في منتهى الجمال من الجبهة اليمين اللي اتحرك فيها توفيق وعبد الملك. بص شوف من البداية، ادي احمد عيد وادي احمد توفيق، الراجل باصص ومنشن عليه وصور المكان كويس قوي، وباسم مرسي يحطها في منتهى الجمال. جول جول جول. 1-0 لنادي الزمالك. الجون اللي هيفرق معاه كتير، وقلت لحضراتكم تملي الكبار للداودي بنقلتين كويسين يقرب من المناطق المؤثرة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. لسه كنت بتكلم بيسجل على طول مروان سعدان، لسه بتكلم نادي الزمالك في التراجع الدفاعي بدون أي داعي. مروان سعدان 1-1 في وقت صعب جدا، الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول، وفرحة جماهير الفتح الرباطي في ملعبهم بعد الجون والعرضية اللي عملوها من ناحية اليمين جلال الداودي اللي اقتحم كويس قوي، والشناوي اللي شال قبلها 3-4 كرات في منتهى الخطورة. 1-1. مصطفى كوندي اللي بره ده اللاعب البديل بيشد من ازر زمايله كده، انما اتعملت العرضيه هنشوفها تاني اللي فاتت اهي، مشوها كويس قوي مراد باتنا وجلال الداودي، واتعملت عرضيه موجود عمر جابر لسه جاي يغطي، انما هدف التعديل للفتح الرباطي. محمد الشحاني هو اللي عمل العرضيه على فكره، لاعب رقم 13، وعدت الكره من علي جبر بشكل غريب. يسأل علي جبر، يسأل عمر جابر، إنما هدف التقدم لنادي الزمالك بعد 14 دقيقة باسم مرسي، والتعديل عن طريق مروان سعدان اللاعب رقم مالك في ال 18 متر الأخيرة، والفتح الرباط اللي بيحاول يسجل الجون الثاني في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. الجون الثاني للفتح الرباطي، الجون الثاني للفتح الرباطي الدقيقة 72، عرضيات ملهاش حل، اتضغط كتير لعيبة نادي الزمالك، وادي الجون الثاني اللي بيسجل منه مراد باتنا مع الدقيقة 72. اتعملت العرضية واستحالة من عدم التمركز الدفاعي والرقابة اللي عاملينها مع لعيبة الفتح الرباطي، انما عرضية من الجبهة اليمين يستغلها مراد باتنا، وهنشوف مين اللي كمل كده عشان يسجل الهدف الثاني للفتح الرباطي. لسه وقت كبير، الزمالك كان متقدم وبعدين يتأخر بجونين بعد ما سجل باسم مرسي بعد ربع ساعة من البداية، عدل النتيجة مروان سعدان ويفرح جماهيره من بره ال 18. يلا يا باسم يا ولد يا لعيب، ما تزودش بقى، خطيرة عمر جابر، جول 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 يا حبيبي يا عمر. لسه بقول لبن العصفور عمر جابر، الجون الثاني للزمالكاوية، جول جول جول. حلوة 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 للصبح، انما ايه الكورة باسم مرسي، مش ممكن. باسم مرسي ده اختراع اسمه باسم مرسي، وعمر جابر هداف الزمالكاوية في اخر 3 لقاءات، 2-2. الزمالك يفرحنا مع اخر 7 دقايق، مش ممكن. كأن ايه، كأن قاري السيناريو، ادي الحكاية من اولها. باسم مشي 3-4 لعيبة بيعدي منهم، يا سلام يا باسم، وتروح الكرة لاحمد علي، عمر جابر حطها، قال لك دي ما ترجعش يا جدعان. حلوة حلوة حلوة. الزمالك 2-2 للفتح الرباطي. حلوة اللي فاتت، حلوة من باسم مرسي وعمر جابر، يا سلام على الجمال والحلاوة. احمد علي يشتغل بيها من بره ال 18، بص هناك فاضي خالص ناحية مصطفى فتحي، حازم امام، امام امام، يلا يا امام خلص يا امام، مش ممكن. جول جول جول، حازم امام، ثلاثية زملكاوية في شباك الفتح الرباطي. من حقك ترقص يا اسماعيل، من حق اللعيبة تفرح. 3-2 في لقاء في منتهى الجمال، الزمالك في ربع ساعة يرجعنا للفرحة مرة تاني. حازم امام امام امام، 3-2 للزمالك. وادي علي جبر والشناوي، فريق كبير يستحق التقدير النهارده بأداء قدر يطور منه رغم بعض التحفظات في الشوط الثاني في منتصف الشوط ونهاية الشوط الأول اللي سيطر عليه الفتح الرباطي، إنما خبرات ومهارة لعيبة نادي الزمالك غيروا لنا النتيجة تماما. أحمد علي تمريرة بلسم لحازم إمام، الراجل وقف وخد له صورة للجون والمدافع ويسجل في شباك علاء المسكيني. علاء المسكيني مسكين النهارده يا علاء في الـ3 اجوان.
ثلاثة لنادي الزمالك. خلاص كده اللقاء انتهى، بنقول مبروك للزمالك 3-2 والخمس دقايق